مرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم بدل المود اللي كالعادة حتكون متنوعة بين الغاز، ثقافة عامة وحاجة خفيفة. مالا ريحوا معنا باش نشوفوا كيفاش حيكونوا الأسئلة والأجوبة تاع نهار اليوم. عسلامة، وشاك لاباس؟ لاباس لاباس الحمد لله. بيان وانت؟ صافا ميرسي. منين معانا أنت؟ من معسكر. أهلا بناس معسكر، نرحبوا بهم كاع ونسلموا عليهم. الله يسلمك، بارك الله فيك. عندنا فقرة الأولى فيها الألغاز، نعطيك شوية ألغاز ونعاونك شوية على جوك صعب. اللغز الأول وركز برك فيه، يقول عمي حاحة جاي تحاحة، غطى الزرب وزاد الساحة. يلا يلا يلا. هذه ما على باليش. خسوف. ثلج. صحيح. غطي كل. صحيح. دوزيام يقول، اللغز الثاني يقول حوتة تسبح في بحر غامق، 60 جوهر داير بيها وباب يتحل ويتغلق. اي فيك انت فيا هنا كاع. فيما. عاونيني في هذه. دوك انت تمدخ في شوينغوم. يعاونيني فيها. راني نعاونك فيها افهم. 60 جوهر داير بيها، باب يتحل يتغلق، وهي تشبه الحوتة. لسان. لسان. يعطيك الصحة. لسان. لا غير لسان. هي بالذات. شاطر. بارك الله. يعطيك الصحة. اللغز الآخر يقول يقطع الواد وما يتشمخش. يقطع الواد وما يتشمخش. يقطع الواد وما يتشمخش، هذه ما على باليش، غير عاونيني. حنش. خيالك. خيالك. يعطيك الصحة، والله غير هي. نروحوا للثقافة العامة، أول سؤال يقول، نشوفوا الثقافة العامة إذا شاطر كيما في الألغاز. السؤال الأول يقول ما هي عاصمة أمريكا؟ نيويورك. واشنطن. صحيت. واشنطن. يعطيك الصحة. إي واشنطن. صحيت. سؤال ثاني، ما هو أكبر بحر في العالم؟ البحر الهادئ. لا لا، البحر الميت. هو المحيط الأطلسي. لا لا، ولا المحيط الهندي. البحر الأبيض المتوسط. صحيت. هي بدات البحر الأبيض المتوسط. صحيت. ما تبعدش، رانا فيه. البحر الأبيض المتوسط. صحيت. سؤال ثالث يقول ما هي الدولة صاحبة أكبر كثافة سكانية في العالم، يعني عندها كثافة سكانية عالية؟ أكبر دولة الهند. أمريكا. كثافة سكانية الصين. آخر سؤال يقول ما هي الصورة التي تعد أقصر صورة في القرآن؟ صورة الفلق. قل هو الله. صغير عليها. صورة الكوثر. نعم. قالها لك هذه صح؟ صورة الكوثر. صح نعم صح. يعطيك الصحة. فلق شوية. الكوثر. الله يبارك، جبتهم كاع. جبتهم ها وكيفاش؟ وكيفاش؟ زيدة، نروحوا فقط حاجة خفيفة، راح نطرح عليك سؤال يعني وتعطينا رأيك. في الأخر راك حاب تقول بالك كاش كلمة ولا إهداء ولا رسالة عبر قناة الوطنية. نقول لكم يعطيكم الصحة وربي يحفظكم. إن شاء الله. ميرسي بوكو جان. صحة. في الاخر راك حاب تقول بالك كاش كلمه ولا كاش رساله ولا كاش اهداء. نحيي ميمتي انا، فيف ميمتي، وتحيه ميمتي، وتحيه ميمتي، وتحيه ميمتي. ربي يخليها لك ان شاء الله. امين. الله يحفظك. تحيه. هذيك الصحه. تحيه ميمتي من الاخر، تحيه ميمتي، ونقول لها راني هنا ميمتي، وليدك راجل ويخدم ويدلك شتى تبغي ان شاء الله، وحج عليا ان شاء الله. هذا واش نقول. ان شاء الله ربي يقدرك ان شاء الله.
ما عندي ما الميمه كما قال لك الله يطول تقولها الله يطول لنا العمر تاعهم ولا يجعل ربي يرضيهم علينا ولا يرحم الوالدين اللي ماتوا. انتم فاني بارك الله فيكم يعطيك الصحه تاعك وهي وسما ذوك الالغاز ديتيني بعيد غادي نولي نتبع ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا لك. بون عبر قناة الوطنية من هذا المنبر وجه التحية إلى الوالدين الكريمين وندعو ربي بالشفاء لهم في الزوج وتحية خاصة لسكان ولاية سكيدة والمدينة القلب صيفة خاصة تاني ومدينتي الثانية وأهلي الثانيين في ولاية إليزي ربي يحفظهم وتحية لزملائنا في قطاع الشباب والرياضة في إليزي ولا في الجزائر كامل. شكرا لك والناس إليزي لم يشاهدوا فينا شكرا لك بارك الله فيكم ربي يعطيكم يعطيك الصحة. وهكذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية حصتكم بدل المود إن شاء الله بدلت المود ديالكم واستفدتوا من بعض المعلومات. ما بقى لي غير نقول لكم استنونا في حلقة جديدة على قناتكم الوطنية.